هو الحقيقة بالنسبة للمحاكمات العسكرية أو أي محاكمات لأطفال بتصدر مع مدنيين مع بلدين هي راجعة لثغرة موجودة عندنا وتناقض موجود في قانون العقوبات إنه بيسمح لما بيكون في شريك في الجريمة بالغ إنه اللي قصر والبالغين يتحكموا مع بعض. ده مبدئيا. المفروض إنه مفيش طفل طفل بيبتدي من 12 سنة بيبقى عليه مسؤولية جنائية قانونية. بس المفروض ما يتحجزش وهو أقل من 15 سنة. ممنوع طبقا لقانون الطفل. وده ما بيحصلش طبعا، عندنا حالات ممكن نجيبها ونتكلم بعدها تكملة في الحملة لحاجات زي كده. فمن 15 سنة هو المفروض يتحجز. ومن 15 ل 18 سنة بيتحجز في المؤسسة العقابية. أي طفل المفروض طبقا لقانون الطفل يعني بيتقبض عليه يكون في الوقت القبض عليه في السن ده، حتى لو مثلا تم كان 17 مثلا و10 شهور وبعدين ابتدى يتحاكم وهو بقى 18 سنه مبقاش طفل، المفروض برضه يتم احتجازه ويفضل موجود في المؤسسه العقابيه. ده بالنسبه للاحتجاز بتاع الاطفال يعني. بالنسبه للمحاكمات العسكريه، احنا شعب زي ما احنا بنتكلم كده والزملاء اتكلموا قبل كده انه الاطفال بتعامل زي البالغين بالظبط. الطفل عندنا ملوش اعتبار خالص كطفل، ومش فاهمين اصلا كمجتمع يعني ايه طفل ويعني ايه عدم اهليه ويعني ايه كده. دي مشاكل تانيه كبيره وموجوده في المجتمع. فبالتالي اما بيحصل حالات قبض بما اطفال وبالغين بيتقبض عليهم مع بعض. المحاكمات العسكريه قبل 2011 كانت بتستعمل سياسيا جدا. لقينا الاخوان اتحكموا سياسيا، لقينا اللي عدوا الغزه اتحكموا عسكريا. كل فده اللي كان بيحصل، وكانت تحصل حالات موجهه جدا وطبقا للماده اللي هي رقم 6 في قانون القضاء العسكري. الحاجه الوحيده اللي عملها برلمان 2012 انها تشارك. التعديل الوحيد الايجابي اللي حصل في القانون ده. اللي هي كانت تسمح رئيس الجمهوريه باحاله مدنيين محاكمه عسكريه. من اول 2011 ابتدى بقى في عقاب جماعي للشعب ككل للثوره دي. فمن ضمن الالاف اللي اتحكمت فيها اطفال عدد كبيره ومش كلهم سياسيين. الحاجات السياسيه كانت محدوده واللي هي كانت بتحصل في القاهره بشكل اساسي في الاحداث السياسيه زي احدى السفاره وغيرها يعني. لكن اللي كان بيحصل على مستوى الجمهورية قبض عشوائي لأعداد كبيرة جدا. احنا دوكيومنتد وصلنا أربع حالات في 2011، في منهم ما زالوا في السجن لغاية دلوقتي كسر. طبعا هما كانوا كسر دلوقتي خلاص بقوا عدوا السجن وكانوا محجوزين في سجون عادية مش في المؤسسة العقابية. اللي حصل بعد 2011 2012 ابتدت تقل حالات المحاكمات العسكريه، ولو انها وصلنا توثيق لحاله 327 حاله في 2012 وبما فيها القبضه الكبيره اللي هي العباسيه اللي كان فيها تقريبا 250 واحد. وبعدين 2013 الموضوع كان اتحصر في اغلبه في سيناء والمحافظات الحدوديه. يعني عندنا قضايا من اسوان ومن السلوم واللي هي الناس اللي كانت بتحاول تعبر الحدود سواء ان هم كانوا لاجئين او ان هم كانوا بيحاولوا يهربوا بطريق غير شرعي يعني من مصر. فده اللي حصل في 2013. 2014 حصل فيها حاجه بشعه جدا ودي اللي فيها انتهاك للدستور اللي هو القانون رقم 136 لسنة 2014 اللي صدر في تاريخ 27/10/2014. القانون ده باختصار بيقول انه اي جريمة بتقع على منشأة عامة، يعني لو طولنا المستشفى منشأة عامة، لو طولنا الجامعة منشأة، هو فعلا دي مستشفى، دي حاجة مال عام ودي حاجة منشأة عامة، بيبقى يضع تحت طائلة المحاكمات العسكرية. لان اللي بيقوم بالحماية هم العسكر الجيش، هو اللي بيقوم بحمايه هذه المؤسسات. القانون ده طلع وده فيه انتهاك للماده 204
بتاعت الدستور اللي خد نسبة موافقة 99% اللي بتقول انه المحاكمات العسكرية ضد المنشآت العسكرية وضد الأشخاص العسكريين. ده كده احنا كبرناها كمان وحطينا المنشآت العامة فيها وده انتهاك صارخ جدا للدستور. عندنا دوكيومنتيشن لحوالي 10 حالات في 2014 لأطفال جثة تحكم عسكري في أغلبهم موجودين في محاكمة في الإسماعيلية وفي السويس ودول الإسماعيلية والسويس هما المحكمتين العسكريتين اللي بيحكموا أهالينا في سيناء فدول غالبا جايين من قضايا من سيناء من العريش أو الشيخ زويد أو غيره في الأماكن اللي هما بيحاربوا على الإرهاب فيها. وفي ناس خدت فيهم أحكام خدوا أحكام سنة زي مثلا في مصطفى هاني ده ولد عنده 16 سنة خد حكم سنة مع النفاس في نوفمبر 2014 من ضمن 20 واحد معاه في القضية بلغين. في أربع بنات من الإسماعيلية بيتحكموا عسكري حاليا. في أولاد طلبة من المنصورة ومن جامعات أخرى في الأقاليم بيتحكموا عسكريا طبقا للمادة الجديدة. في بقى الأوحش كمان حصل دلوقتي إنه كان في بعد فرض رابعة في 14 أغسطس 2013 حصلت أحداث كتيرة عنف في المحافظات اتقبض فيها على كميات كبيرة جدا من البشر زي الأحكام الإعدام الكبيرة بتاعة المنيا وميجو. في بقى في المنيا برضه في حتة اسمها دير مواست آخر مركز في المنيا قبل أسيوط ده في 250 واحد على 3 قضايا. حاليا الحال والمحكمة العسكرية من بعد ما كانوا بيتحقق معاهم النيابة العامة من 2013 من أغسطس 2013 اتحالوا دلوقتي بس السنة دي 2015 محاكمة عسكرية طبقا لإيه بقى؟ المادة 136 اللي هي الاعتداء على المنشآت العامة وده انتهاك في حد ذاته لأن أنت المفروض القانون مش بيطبق بأثر رجعي ولا دايما القانون اصلا بيبقى لصالح المتهم مش لصالح الدوله او السلطه. ومش بس كده مش بس دي في البحيره 293 واحد بيتحكموا برضو من بعد احداث رابعه حاليا اتحالوا لمحاكمه عسكريه وبيتم محاكماتهم عسكريا. دول اكيد فيهم اطفال. احنا نسبه القبض اي قبض عشوائي بيحصل في نسبه اطفال. في احداث كانت بيبقى فيها نسبه اطفال 30% وفي نسبه اطفال بتوصل ل 5% احيانا بس دايما كل القبضات الكبيره والقضايا الكبيره اللي فيها عدد متهمين كبير فيها نسبه اطفال حتى ولو 3 4 يعني نسبة إعدام المنيا اللي خدوا فيها أربعة أطفال أو ثلاثة أطفال في قضية منهم وبس يعني هو ده اللي حاصل دلوقتي إنه المادة 136 دي بتستخدم في القضايا اللي ما اتحلتش في كمان في أحداث من 2013